لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي فاروق فتيان الراوي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، أهلا، حياك الله وحيا مشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك. بالتزامن مع إعلان واشنطن عن حزمة عقوبات جديدة على شخصيات عراقية، كيف تفسر تزايد العقوبات الأمريكية مؤخرا وتحديدا ضد قادة الميليشيات؟ الحقيقة أمريكا لديها معلومات كاملة، وهي اللي سمحت بانتشار الفساد في العراق من اليوم الأول لدخول بول بريمر. معروف أنه هو أعطى امتيازات كثيرة ومنح صلاحيات واسعة للمحافظين وللوزراء وللبرلمان ولمجلس الوزراء ولقادة الجيش، سواء من خلال الرواتب أو من خلال الامتيازات. هذه كلها هي ضمن أوجه الفساد، ولذلك الآن ما يثار أو هذه العقوبات أنا باعتقادي لحد الآن هي أوراق ضغط أكثر من ما هي اتخاذ قرارات حاسمة لمكافحة الفساد بشكل كامل. إلى أي مدى تظن أن العقوبات الأمريكية على شخصيات من ميليشيا الحشد تحرج الحكومة في بغداد؟ كنا نعلم أن العراق بالنسبة إلى العمليات التحويل والصرف والتحويل المالي تتم عبر شركات أهلية، وعبر سواء التحويل اللي يصير من بغداد إلى دبي أو إلى عمان أو إلى بيروت أو إلى طهران أو إلى إسطنبول، معظمها تتم خارج البنوك، ومعظمها تتم من خلال شراء من خلال المزاد العلني يعلن يوميا من خلال مبيعات البنك المركزي لمئات الملايين من الدولارات. ولذلك عملية حصر يعني فرض العقوبات على أسماء معينة ومنع التعامل معهم، أنا أعتقد أنه هذا شيء لا يمكن أن يطال هذه الأسماء المحددة. بالحديث عن الأسماء، المعذرة على المقاطعة، بالحديث عن هذه الأسماء وردت أنباء عن شمول المالكي والفياض على رأس قائمة لعقوبات أمريكية جديدة، ما مدى صحة ذلك؟ طالعنا هذه الأخبار عبر تقارير وعبر سواء من خلال تويتر أو من خلال فيسبوك أو من خلال بعض التقارير الإخبارية، ولكن لم أشاهد قرار فعلا صادر من الخزانة الأمريكية بدرج هذه الأسماء ضمن العقوبات. كيف تقيم خطوة البنك المركزي الذي تراجع عن تنفيذ العقوبات الأمريكية الأخيرة ووقف التعامل مع الشخصيات التي شملتها العقوبات؟ البنك المركزي الكل يعلم أنه هو أساس الفساد في العراق، أساس الفساد المالي، عمليات بيع المزاد العلني تسوق الفساد من اليوم الأول ولحد الآن، سواء من خلال الأسماء المدروجة أو من خلال المصارف الأهلية أو من خلال الامتيازات التي تمنح لشركات الصرافة، قسم منها يحصل على مبالغ طائلة يوميا من خلال، وهناك فرق ما بين المبيعات وما بين المشتريات في الصرف. فهذه الفساد يطال البنك المركزي نفسه والمسؤولين عن البنك. شكرا جزيلا لكم الدبلوماسي والأكاديمي العراقي فاروق فتيان الراوي، كنت معنا عبر الهاتف من أثينا.